مساء الخير. بسحر ساحر رجع فريق الرياضة ليخطف الأضواء من جديد بسوق الانتقالات بعد ما اعتقد الجميع أنه أنهى تشكيلته. أكيد الخسارة بالبطولة العربية كان لها الدافع الرئيسي لهالتغييرات المكوكية. مصير أحمد إبراهيم، عودة روي سماحة، انضمام فهد الخطيب، تغيير براين راش، استقدام جيريمايا ماسي، كلها ولعت الأوف سيزن من جديد بعد هدوء كتير كبير وممل. تنفتح موضوع الرياضي، مين غير الكوتش أحمد فران يكون معنا اليوم تنعرف منه عن آخر مستجدات فريق الرياضي بطل لبنان. كوتش أحمد بونسوار. بونسوار أنداني. بونسوار جاد. مساء الخير. ومثل العادة أكيد بدنا نرحب بزميلي جاد سعادة. كيف بدنا؟ حلقة جديدة أكيد مستعرضها قبل انطلاق بطولة لبنان إن شاء الله بخمسة كانون الأول المقبل. كوتش أحمد، يعني حلقة اليوم دسمة كتير، رجع فريق الرياضي يشكل خلينا نقول يخطف الأضواء بسوق الانتقالات بعد ما كنا اعتقدنا جميعا أنه أنا هيتو تشكيلتكم، وبلشنا نسمع اللعيبة عم بيغادروا الفريق مثل عمر الدرك، روي سماحة، وكان في مفاوضات معهم 100%. كوتش نحن تفضل. كنت أنا بس بدي أقول لك شغلة، هذه دايما أنا بحكي فيها، غياب رزنامة محددة التخطيط لبطولة لبنان لتاني سنة على التوالي بضرنا. دايما نحن منجرب نكون سباقين لننهي الفريق ونعمل التعاقدات تبعولنا ونبلش تمرين بكير، برجع نتفاجأ مرة بيصير بديسمبر البطولة، مرة بجانيوري. هذا الشيء عم بضرنا لأنه نحن بعد ما عم نركب فريقنا وعم نعمل التركيبة، كل الفرق عم تصير تبني فرقها على أساس صح. الرياضي شو عمل، ومشاركتنا ببطولة اليونان هالسنة كانت كتير ممتازة، بس كمان نحن خلتنا نبلش كتير بكير وننهي الفريق بكير، مع أنه كان نحن يمكن في ثغرات صغيرة كان لازم نوقف عندها نشتغلها، بس ضيق الوقت قبل بطولة اليونان بالتحضير لأن كنا مبين بصورة ممتازة باليونان، بعتقد أثر علينا شوي. كوتش هون بدي أسألك، يعني وطرحتوا على دورة اليونان وشفنا أداء فريق الرياضي، يمكن ما كتير قدرنا نتابع المباريات، بس قدرنا نشعر أنه فريق الرياضي بلش مقلع بطريقة ممتازة، عم بيقدر عم بيلعب مع فرق يونانية مع أربع وخمس أجانب، كلنا شعرنا أنه فريق الرياضي عم بتروح مباريات الأوفر تايم، كان صح تقليعة ممتازة. ورجعتوا جيدوا لعقتوا بدورة حسام الدين الحريري، كمان أحرزتوا اللقب وحققتوا انتصارات بعلامة كاملة. وصولا للبطولة العربية هون بلشنا نحس أن الأمور بلشت تضعضع. شو صار بالبطولة العربية؟ بالبطولة العربية أول شيء ما بدي أعطي إكسكيوز لفريقي أبدا، نحن ما كان الفريق الرياضي بأدائه اللي نحن معودين عليه كجهاز فني قبل ما يكون الرأي العام وحكمه على الرياضي. صراحة صار في كتير عوامل أثرت علينا. أول شيء طريقة تنظيم البطولة، سكادجول كان ما مبين، وصلنا على المغرب قعدونا أربعة أيام بدون لعب بدون أي شيء، ما قدرنا نتمرن بهالأربعة أيام. صار عنا شوية تراخي، شوية استلشاء واستهتار فنيا بالأربعة أيام. ما قدرتوا تتمرن؟ ما قدرنا نتمرن أبدا، ماكسيموم كنا نروح على الجيم ونروح مشي على الجيم، ما في جيم لا بالأوتيل ولا بالملعب اللي مستضيف البطولة، كنا نروح مشي شيء خمس دقايق نوصل على الجيم قريب، نفوت نعمل فيه شوية تحضيرات، ورحنا على ملعب كانت الأرض ما بتسمح فيه، مهجور أرض بطون بطون الأرض، رحنا كنا نعمل شوتينج. وانت بتعرف في لعيبة مثل اسماعيل أحمد ولورين وودز وجون، هدول الشباب إذا ما تمرنوا ما فيهم يلعبوا، فدايما لازم يكونوا عم يشتغلوا كل يوم على القليل ساعة كرمال تضل الفتنس أباليتي تعيتهم وسترانكس دايما تكون حاضرة لأي مباراة. تفاجأنا بأدائنا ضد نادي الأهلي، لعب بدون أي تعقيد، ما عنده براشر، نحن عم نلعب كمان تعاملنا باستهتار بالجيم أستلشي أدت للخسارة ولخبطت حسابات المجموعة. رجعنا بالنهاية قدرنا نستجمع قوانا، ربحنا على البطل الريان القطري، ورجعنا ربحنا على سبورتينج بالسيمي فاينل بالكوارتر فاينل. بالسيمي فاينل كان الفريق صراحة ما قدرنا نلاقي حالنا هجوميا، كنا متأثرين كتير هجوميا، وخصوصا بريان راش اللي نحن صبرنا عليه بطولة اليونان بطولة الحريري لنشوف إذا حيقدر يعطينا الشيء اللي نحن طالبينه منه، للأسف ما قدر تحت الضغط مع الرياضي
ما قدر لعب، ما قدر كان اللعيب اللي بده يعطينا إضافة. وأثر معنا أنه نحن وقت رجعنا أحمد إصابته بالحريرة، وقت رجع أحمد وبلش يعطي وخصوصا ضد سبورتينج بلشنا في أساسي، عطانا 14 نقطة مع 5 ريباوند 3 أسيست، كان عم بيأدي بطريقة ممتازة، كنا معولين عليه بالسومي فاينل أنه أحمد رجع لمستواه اللي صار حالة التسمم اللي تعرض إلى أحمد. ونحن لخبرك شغلي داني، 14 يوم الفريق ما عم يقدر يأكل بالأوتيل أكل مثل ما كان مطلوب منهم، حتى ستيم درايس ما عم يعملونا، ما في أكل، كنا دايما نأكل برا على الأكل الفاست فود، فهذا الشيء أدى لتسمم أحمد إبراهيم وابتعاده عن مباراة المركز الثالث رابع، عن مباراة النصف نهائية. هذه كمان من العوامل اللي أثرت علينا. بشكل عام نحن ارتأينا أنه في نفضة لازم تصير، في قصص لازم تصير. وبعد البطولة العربية كمان إجانا خبر علي حيدر اللي نحكي عنه هلا، انت هلا حابب تفصيل عنه؟ بده علي حيدر عنده مشكله بكاحله، بدها تؤدي لعمليه كمان، هذا الشيء سرع من النفضه وعوده الرياضي لسوق الانتقالات وتغيير. كنا مضطرين نغير بريان راش وطريقه لعبنا، ارتقينا نلعب بلعيب 4-3 لانه نحن البوزيشن الوحيد اللي ما عندنا عليه باك اب هو البوزيشن تبع جون. اللود كتير كبير على جون عم بيكون خلال هديك السنه وهالسنه، لعيب عم بيلعب 35 ل40 دقيقه، نحن هالسنه بدنا نريحه شوي لجون. فكان القرار انه نتعاقد مع جيرمايا ماسي، وكمان اهم شيء انه لعيب، نحن دايما بنفتش على لعيب لعب بالمنطقه بيعرف الليج بيعرف، هذا احسن ما نجيب حدا مش معروف للمنطقه مثل ما صار مع بريان راش ما عنده خبره، لانه بيجوا من باك جراوند. نحن باوروبا كثير اللعيبه انه الباسكتبول اللبناني هين كثير فيني انا العب فيها، اما عم ينصدموا الدوري اللبناني من احسن دوريات بالمنطقه، حتى دوري احسن انا برايي باسيا، خصوصا كوتش سلوبودان كان حكي انه بيعرفه صح هو كان بيعرفه، دربه من شيء 6 سنين بايطاليا، كان لعيب ممتاز. بس انت بدي خبرك شغلي، بالدوري الايطالي مسموح 5 لعيبه اجانب من امريكا، هدول 5 لعيبه ومعهم 7 من ايطاليا وبوزمن عندهم لعيبه من اوروبا، يعني الفريق كله اجنبي. هيدا الشيء بيخلي اللعيب الاجنبي ما يكون عليه اللود اللي بيكون بالدوري اللبناني. اللعيب الاجنبي بالدوري اللبناني مثل ما بتشوف بيجوا كلياتهم جو تو جاي سكورر، بده يعطوا بوش كبير لفرقهم ليربحون البطوله ويساعدوا اللعيب اللبناني. اما باوروبا اللعيب الامريكاني ما مطلوب منه كل هالقصص، هيز ا رول بلاير، عنده افريج مينتس 15 ل 20 مينتس، فما بيكون عليه لود. اجى بريان راش شاف عليه لود كتير كبير ما قدر استوعبه، وهذا السبب بعتقد اللي ما قدر فات بالكيمستري وما قدر ادى بالطريقه اللي نحن كنا بنتقبلها. كوتش بما انه عم نحكي عن بريان راش، يعني بريان راش ادائه كان مذبذب يعني من الاول، صح بين، وانتو قعدتكم الجماهيريه يعني ما شاء الله كبيره كتير، وكنا عم نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي كيف عم بيهاجموا لبراين راش. طب بنظرك يعني مين بيتحمل هالخطا بالسلكشن تبع براين راش؟ على اكيد الفريق ممنوع الغلط بالسلكشن تبع اللعيب، ممنوع يعني انتو بكل مباراه بتفوتوا فيها على الملعب ممنوع تطلعوا ولا ليله خسرانين، نعرف جمهوركم يعني. براين راش مين بيتحمل هالمسؤوليه يعني بهالقصة كلها اللي صارت معه؟ نحن أول شيء بالرياضة بنشتغل as a unit one unit، coaching staff management ممثلة بأستاذ تمام جارودي والأستاذ مازن طبارة، نحن بنجتمع وناخد قرار. قلت لك نحن اضطرينا نعمل صفقاتنا عبكير، ونحن كنا بحاجة لposition 2-1 خصوصا أنه في عنا لعيبة اجوا من summer vacation out of shape، so نحن كنا مضطرين نشتغل بلعيب 2-1 لأنه كان عنا بطولة باليونان، وكنا نحن مطالبين أن أرجع صورة حلوة وصورة مشرفة لكرة السلة اللبنانية، ونحن كنا ممثل بطل لبنان، بطل لبنان عم بيمثل، فكان نحن الفرق الأوروبية ما عندهم أبدا اي باك جراوند او اي انفورميشن عن الفرق اللبنانيه، نحن لعبنا فكان استقدام بريون راش على هذا الاساس انه 2-1 كومبو جارد بيساعد علي محمود، خصوصا انه علي محمود كان راجع من الفاكيشن تاعيته تمرن اسبوعين قبل بطوله جريس ما كان حاضر 100%، فنحن كان ارتقينا انه يكون في 2-1 يلعب محل علي محمود يغطي بالزور. بس كمان انه على 2-1 بوزيشن انتم اوريدي يعني تعاقدتوا مع مارك افري، عندكم الصاعد النجم وائل عرقجي، اضافه ل يعني متالق اخذوا فرص علي محمود ميغيل مارتينيز، يعني لودنج يعني كبير لود عندكم. ما بعرف يعني كوتش اذا بتوافقني، بس استخدام براين راش
وجود احمد ابراهيم، وجود امير سعود، وجود جون، وجود مارك غفري، كمان في وائل عراجي وعلي محمود علوان اذا بدنا نحكي كمان، ميغيل مارتينيز كمان يعني، يعني في كثير لود عنا على الجارد بوزيشن وخصوصا على التوان ما خلقت بلبل على التوان مش يعني بلشنا نسمع عن شوي انه احمد ابراهيم منه راضي بالرول تبعه، كان عم يلعب 30 فيرست فايف، كان عم يلعب 30 بس كان عنده افرج 27 دقيقه هذيك السيزون. نحن بعد تجنيس اسماعيل تغيرت المعطيات عنا، عرفت علي كيف؟ وكمان نحن منا شغله هينه يعني، العالم بتشوف من برا اللي يعني العالم كلها حكيت تجنيس اسماعيل احمد خلصت البطوله، هذا شيء انا برفضه، انا معاكسه صح، انا برفضه رفضا قاطعا، هذا حط ضغط زياده علينا كجهاز فني وعلى النادي، لانه بالباسكتبول ما في شيء اسمه خلصت البطوله، كل شيء بالملعب بينحكى. وانا برجع بقولها وباكد، النادي الرياضي الفتره الاخيره على مواقع التواصل الاجتماعي الشغل الشاغل للجماهير كلياتها، ما في شيء اسمه محسوم، يعني انا عم بقول هذا الحكي لجمهور رياضي، لجماهير كره السله بشكل عام، لكل الانديه، النادي الرياضي مثله مثل اي فريق باي نهار ما بيكون مركز وعم بيلعب منيح بيخسر، ما في شيء اسمه الرياضي ان بيت. بعطيك مثال، ما تروح بعيد، يورو ليج هيديك السنه ريال مدريد مع مكابي تل ابيب كانوا بنفس المجموعه، لعبوا ذهاب واياب، بالمرتين ريال مدريد قدر يربح 20 نقطة على مكابي، وصلوا على الفينال مع بعض بعد ما كان مكابي مفاجأة كبيرة طلع سياسكا برا ببازر بيتر، قدر يربح على ريال مدريد اللي صاروا سنتين بيوصل فاينل يورو ليج وما بيقدر ينهي. وريال مدريد هلأ بأوروبا بينعد الفريق الأقوى على الساحة، هو وسياسكا موسكو وأولمبياكوس ومكابي، كان في مفاجأة كتير كبيرة. فالرياضي منه بأبدا بالليفل، مش انه ليفل انه الرياضي هون والباقي الفرق هون، لا كلياتنا مثل بعض، الفريق اللي بيلعب احسن بأي ليلة هو اللي بيربح، عرفت علي كيف؟ واللي بيحضر اكتر واللي بيشتغل اكتر هو اللي بيربح. تجنيس اسماعيل عم بقلك خلق شوية يعني، صرنا أكتر مفكر، صرنا أكتر كيف بدنا نبني، وخصوصا أن نحن عنا لاعبين صاعدين مثل ما قلت وائل عراقجي، استخدام مارك غفري، ووجود علي حيدر اللي هو صار بحاجة ماسة للعب لوقت لعب. فنحن ارتقينا، الحلو أنه عنا اسماعيل أحمد he never complain of the bench or first five، اسماعيل ما عنده مشكل. فنحن اذا لاحظتوا هالسنه كنا عم نعطي بوش باليوني ببطوله الحريري بالبطوله العربيه، علي حيدر عم يبلش فيرست فايف، عم بيقلي عم ياخذ خبره المطلوبه هالسنه. فنحن جربنا اكثر شيء نحمي اللعيبه ان كان علي حيدر او احمد ابراهيم او امير لياخذوا وقت كتير. التيرن تو بي انه هذا ما بين شوي بالبطوله العربيه كوتش، كنت عم تحكي شوي عن قصه التنظيم وكان اكيد لها اكيد اسباب رئيسيه باللي صار مع الرياضي، بس كمان كنا عم نشعر انه اداء الرياضي ما كان الاداء اللي الجمهور متوقعه منه، صح. ما كنا عم نحس انه يعني هالفريق المدجج بالنجوم عم يلعب الباسكتبول الرائع اللي كنتوا عم تقدموه سنه الماضيه. هل نرجع على النقطه الاساسيه، قصه وجود اسماعيل احمد كم جنس واللي خلق لاعب كومبو جارد اجنبي، هل وجدتوا مشكله بضبط الفريق من ناحيه رغبه احمد ابراهيم انه يلعب، رغبه امير سعود انه يلعب، هل هيدي كانت مشكله واجهتكم؟ مش كثير بالمعنى لهذا. نحن صراحه بعد ما تجنس اسماعيل كانت اللعيبه كلها عارفانه ومحضره حالها بوش، بس هذا الشيء انت بتعرف هلا الميديا كتير قوية وخصوصا السوشيال ميديا، اللعيبة بيقروا كتير، بيقضوا وقت كتير على الفيسبوك عم يقروا شو عم يكتب. هيدا الشيء من الأسباب اللي ضرتنا منتلي، اللعيبة بطلوا فوكس انه مزبوط نحن انبيتبل، نحن معنا اسماعيل لبناني، نحن معنا كذا، نحن ما بنخسر. فهيدا الشيء ادى لاستهتار عنا. طب هون كوتش شغلة مين يضبط هالوضع؟ اكيد شغلة الجهاز الفني هيدي ويشتغل عليها. نحن صار عنا كتير اغلاط، بس عم اقول لك شغله، نحن الشيء الوحيد اللي اثر علينا ما قدرنا نتمرن كتير، اجوا الاستحقاقات كلهم ورا بعض. تمرنا اسبوعين ونص قبل اليونان، جينا من اليونان بعد 3 ايام ما لحقنا نخلص البريك تاعيت اليونان، فتنا على بطوله الحريري، بعد الحريري كان عنا اونلي 5 دايز، نحن بال 5 دايز اعطينا 2 دايز اوف لاسماعيل، 2 دايز اوف للورين وودز، 1 داي اوف لجان عبد النور، بعدين جبناهم دغري ورحنا على المغرب، كنا مأمنين انه حنوصل نتمرن وهيدا، ثاقبت انه طلع عنا لعيبه اخذ 7 دايز اوف مش مرنة. فقلة التمرين أثرت علينا كتير نحن، لأنه فريق
بيتمرن. نحن بحب التمرين، لعيبتنا لازم يتمرنوا ليقدوا. بعدين كانت غلطة تنظيمية فاتحة من المنظمين، صح، انه بتوصل انت يوم السبت بتقعد للاربع لأول مباراة، هذا كتير اثر علينا نفسيا وبطلنا مركزين صراحة. برجع بقول لك نحن كجهاز فني نتحمل المسؤولية التامة عن اختيار اللعيبة وعن الديسيجنز بالمباريات. وان شاء الله باذن الله نحن هلا بصدد تصحيح كل هالامور، وقبل بطوله لبنان ان شاء الله رح نكون ردي في محطه بطوله ابو ظبي كمان، هذه محطه كتير منيحه لنا. بتمنى انه نرجع على السكه الصحيحه ويكون استقدام جيرمايا ماسي هو الدواء، هو الكيور لنحن نبلش بطوله لبنان بشكل صح. كوتش، تكنيكلي سبيكينج، شفنا عندكم نوعا ما من الموسم الماضي مشكله بالتهديف، صح؟ يعني في عندكم مشكلة تهديفية، صح، ما بدنا نتخبى وراها. براين راش فشل، صح، علنا. بالنسبة لك جيريمايا ماسي رح يعني يغطي هالنقص يلي كان عندكم اياه بالسكورينج بروبلم؟ بس كوتش اذا فينا نزيد نقطة هيك صغيرة، بسيمي فاينل جيم جمعية سلا نصف الاول الفيرست هاف كان نوعا ما رياضي منيح، صح، حتى اول الكوارتر الثالث كانت تقدمين 9 نقط. برابع كوارتر بشكل خاص شفنا انه ما حدا غير اسماعيل احمد عم بيلعب على الاوفنس. اكيد كان في غياب احمد ابراهيم مؤثر، ولكن شفنا عن جد عجز كبير عند بقيه اللعيبه انه يساعدوا اسماعيل احمد من هالناحيه. نحن البنش ما خدمنا كثير بهذه المباراه، يمكن لانه نرجع لنفس الموضوع انه رش اجى واخذ مينتس من اللعيبه، سو طلعوا من جو المباريات والكومبيتيشن، سو لما نجوا نزلوا على الملعب ما قدروا عطونا بالشكل المطلوب منهم، ما قدروا قدوا بطريقه لانه ببعضهم عن المباريات. هذا بعتقد السبب الرئيسي. والكونتريبيوشن كان من البنش، نحن بهذا الجيم اونلي 3 بوينتس، اور بنش سكورد 3 بوينتس اللي هي شوطه من امير، وما كان عنا ابدا مساعده. فدائما انت بالجيمات الصعبه اسماعيل احمد بخبرته هي ستيب اب وبيحمل الفريق. في فتره من الفترات نحن اسماعيل كان عم يلعب كاجنبي الفريق، منه بقى اللعيب المجنس اللي هو عم يلعب كلبناني، كان عم يلعب كاجنبي الفريق. فاول ترابل اللي صار مع لورين وودز طلعوا شوي من جيم من الجيم، وتاثرنا كثير بغيابه تحت السله، صارنا ايزي تارجت لالون انسايد. معكم باك اب كمان صح بغياب رو يعني 100%. وشفنا كمان المشكله الكبيره كانت بعتقد بين الجهاز الفني وعلي حيدر، ما كانت مشكله، كان سوء تفاهم، كان انا برايي سوء تفاهم وتضخم كثير بالاعلام وبالميديا. الانجل اللي كان متاخد كان شيء صحيح، شيء طبيعي بصير بين مدرب ولعيب. علي هي اوفر رياكت، بدنا نذكر انه اعتذر كمان، هيدي هي اعتذر علنا لانه كان في عنده عمل ردة فعل زيادة عن اللزوم. بس كوتش حسينا شوي بمرحلة من مراحل المباراة ككوتشينج ستاف كتير تأثرت وحسينا بالضغط، يعني شفنا اول شيء اعتراضات بالجملة على التحكيم، صح، بلشت من قبل الفريق الدف، حسينا ارتدت اخر شيء على فريق الرياضي، صح، صرتوا انتم بموقع اللي بدكم تجربوا تجيبوا حقكم. لا انا نحن صرنا حسينا حالنا كتير مظلومين، وكانت واضحة كيف طريقة اللعب كانت. اسماعيل تعرض لكذا إصابة، هدول كلياتهم قطب بشفته بعينه بإصبعه انجرح وله، هذا كله ما كان عم يتصفر فاولات. نحن اللي صار معنا حخبرك شيء بسيط كتير، الصباح تبع المباراة رحنا على التمرين عادي ما عطونا طبط، يعني هو الأمور رحنا على ملعب المباراة وصلنا المسؤول عن الملعب قال مشغول وما اجا ومفتاح سلة الطبط معه. كان وقت المحدد تبعنا من 9 الصبح لل 10 الصبح، نتفاجأ انه على 10 الا ربع نحن واقفين عم نعمل ستريتشنج وبس عم نركض. كنا مفروض نشوط ونعيد الستات تبعولنا، والسكاوت اللي عاملينه على فريق سلعة ستات وكنا بدنا نشتغل عليه ديفنسيفلي لنرجي اللعيبه كيف بده. هذا نتفاجأ على 10 الا 10 فريق سلا فايت، واذا بتريدوا بدنا الملعب خلص وقتكم، ونحن ما تمرنا الصبح، جينا على الملعب ما عطونا طابط. هيدي شغله صارت معنا يمكن ما حدا بيعرفها، اكيد ما عطونا طابط. فنحن صرنا مضغوطين كتير ومعصبين كلعيبه كجهاز فني، يمكن هذا الشيء اثر، ما لازم يصير ابدا. جرونا للعب اللي بدهم اياها. بس برجع بقول لك نحن تاثرنا كتير بالعوامل الخارجيه، هذا الشيء اثر على تركيزنا بالبطوله، ما قدرنا نعطي 100%. كوتش نرجع نلخص المشاركه البطوله العربيه، لانه منا انطلقت مثل ما انت قلت مرحلة جديدة لمعالجة كل الثغرات. موضوع الضعف
بالبوزيشن 5 اكيد عم نحكي كباك اب على لورن وولز. صح. هل هو اللي رجع غير كل حساباتكم؟ بلشنا نشوف انه عوده روي سماحه بعد ما كان عم ينحكى بمفاوضات لفسخ عقده. هل هذا الشيء رح يؤدي لرحيل احمد ابراهيم او امير سعود او حاله لاعب ثاني من لائحه النخبه؟ هلا في كثير احاديث وكثير حكي عم تطلع، احمد راح، امير يمكن يروح، احمد امير، احمد امير. روي نحن ارتقينا بعد البطوله، اجتمعنا حتى بالمغرب، ارتقينا انه لازم يكون موجود روي، وخصوصا انه بين انه عندنا جاب على التوفل الباك اب للو، ونحن عندنا لعيب ان هاند، لعيب بعده عنده كونترا بالرياضي وموجود بالرياضي، ارتقينا انه نرجع بلو، لانه نحن هيدي النقطه كثير مهمه، سوري بروي كثير، لانه مهمه هيدي نقطه الارتكاز تبعولنا انه يكون في لعيب عنده الخبره الكافيه مثل روي يغطي محله. سو هذا كان الديسيجن. هلا احمد او امير اكيد نحن لازم، هذا شيء ثاني، هذا شيء ثاني، بس نحن كان همنا انه نجيب لعيب بالفينال. صحيح كل البطوله كان ما عم بيلعب وما عنده بلاينج تايم كثير، هي ستيب اب ولعب بطريقه ممتازه بقلب كثير كبير، وارجى انه اذا بينعطى الوقت هو في يكون خير بديل للورن وولز. بس بعتقد انتم كوتش هون كان لكم فتره مبلشين بلا روي سماحة، يعني بحدود يمكن الشهرين صار لكم. صح. بلا صح. روي صح. هل رح تخلقوا هيدا مشكله شيء باستعدادات روي؟ لان بنعرفه كمان كان يمكن بحاجه ل يخسر كم. صح. هو هلا اوريدي بلش مع الترينر، وكان هو عم يشتغل على حاله فيزيكال من شهر ونص مع الترينر تبعه. باسكتبول وايز هو بعيد اوت اوف شيب، بده وقت ليرجع، يمكن بتشوفه لنص مرحلة الذهاب، يمكن بتشوف روي رجع. هلا عم يتمرن بطريقة صباح وعشية كتير، خصوصا انه كانوا عايشين بجو من الانتظار، يعني 100% كان عندهم قلق والحالة كرة السلة. بس روي الشيء البوزيتيف الوحيد انه بيعرف الفريق، بيعرف عقلية. صح. المدرب بيعرف الستات، دغري اجا ركب بالسيستم، هي القصة هلا بس فيزيكال. طيب كوتش، ركب روي معكم، حليتوا هالمشكلة، تخليتوا بعتقد عن ماريو عبود كمان. صح. يلي وقع على نادي الهومنت من مع كوتش جو جاز، منالو توفيق لماريو، لعيب خلوق كتير. مشكلة رياضي مثل ما عم تقول هلا الكل عم بيتحدث عنها، بعض العالم بتأكدها وانه صارت اوفيشل الى ما هنالك، انه احمد ابراهيم انتقل لشانفيل، حتى يعني تحددت لشانفيل. الرياضي هلا بدمه 6 لعيبة نخبة من ليست اي، وبنعرف لانه بدكم تتخلوا عن لاعب واحد، هذا اجباري، اعارة او فسخ عقد او الى ما هنالك. حطنا شوي بالجو هلا. لحد هذه اللحظة أحمد إبراهيم وأمير سعود هن لعيبة نادي الرياضي. صحيح. بعدهم أندر كونتراكت، القصة ما صارت أوفيشل مع أي نادي بعد. نحن طبيعي لما ترجع روي سماحة بده يصير هذا الحكي إنه مين بدنا نشيل، والأنظار كلها توجهت على أمير وعلى أحمد. يمكن لأنه لكثرة لعيبة الجارد. صح، لكثرة لعيبة الجارد. ما بقى خلقت لنا مشكلة هذه الشغلة. بس نحن كجهاز فني وإدارة صراحة نون ستوب الاجتماعات ليل نهار عم نشتغل، بس لحد هذه اللحظة أمير وأحمد هن اللاعبين بالنادي الرياضي وعم يتمرنوا، ونحن مفروض يعني قبل بطولة أبو ظبي نكون قررنا شو صار وكيف حتكون صورة الفريق ومين اللعيب اللي حيكون استغنى عنه أو إعارته أو ما بعرف، يمكن أن ما نعطي حدا ونخليه ما يكون ضمن لائحة منتخب لبنان، سوري لائحة بطولة لبنان، يلعب معنا استحقاقات غرب آسيا وآسيا. كل القصص مفتوحة. ممكن هالخيار يعني أنه ينترك أحمد إبراهيم أو هذا آخر خيار؟ أكيد لا، أحمد إذا بقي بالرياضي أحمد حيكون لاعب أساسي بالرياضي ولح يلعب وحياخد وقته عادي، وخصوصا أنه هلأ غياب علي حيدر هو كتير أساسي، البوزيشن صار عليه أجنبي مع إسماعيل. سو نحن عنا هلأ غيابه تقريبا لعلي حيدر كوتش بحدود 8 أسابيع أو أكتر بشوي. أكتر بشوي، أكتر بشوي، نحن بس ناطرين نتيجة الأمر آي، بس الغياب أكتر بشوي لأنه بعد إجراء العملية يعني. صح، بعد إجراء العملية، العملية بعد ما أجريت، الحكم عم بقوله من هلأ لأسبوع علي خارج تشكيلة النادي الرياضي بأبو ظبي، هيدي مؤكدة. نحن علي كان فيه يعطوه إبرة ويكمل، بس أبداً منا صحية، الإبرة بتخليه يلعب لمدة شهرين، بعد هالشهرين بصير محتم العملية. سو نحن لا عم نخسره بأول الموسم، بركي إنه يرجع معنا بنص الموسم إن شاء الله. كوتش، شفنا تصريح لنائب رئيس النادي الرياضي تمام جارودي بيعلن فيه إنه أحمد إبراهيم طلب منه توقف عن التمارين. ونحن نعرف إنه مبارح واليوم ما تمرن كمان معكم. صح، ما تمرن. وهلا عم يصير كوتش تحت يعني عندكم يبركي بين الإدارة أو مش قصة يعني كونفليكت، شو عم بيصير؟ مش قصة كونفليكت، بس لنوضح أنت كمان. بتعرف
اللعيب احمد ابراهيم صار فتره بيسمع الاخبار من الاعلام صح. نحن كاداره ما حدا ولا جهاز فني اجى قال له لاحمد انت فالل او انت بائع، عم بيسمع الاخبار مثل كل هاللعيبه بيقروا على الميديا مثل كل هالعالم، والعالم عم تحلل اللي عم تقرا، عرفت علي كيف؟ نحن لحد يوم الثلاثة احمد كان عم يتمرن عادي بالفريق وكل شيء عم يتمرن عادي. ارتقت الاداره انه تبلغوا انه انت هذا الحكي اللي عم بصير في اشياء منه مزبوطه في اشياء منه منه مزبوطه، نحن ارتقينا نرجع روح عم يخبروا كل التفاصيل كانت. فانا صراحه ما كنت موجود بالاجتماع، كنت بالتمرين وما عندي كان فكره، رجعت على لا انا ولا كوتش سوبوتيتش كان عنا خبر. بعد التمرين نحن لاحظنا انه احمد ما رجع على التمرين، وبعدين قرينا التصاريح اللي صارت على الانترنت. برجع بكد لك انه احمد لعيب بالنادي الرياضي ما صار شيء رسمي. يعني بكره احمد ابراهيم ملتحق بتمارين النادي الرياضي بنسبه 90%. انا بتمنى انه بنسبه 90% احمد يكون رجع على تمرين بكره. هل هذا وهيدي الامور انحلت؟ هل هذا الشيء بيعني انه تعسرت المفاوضات مع شونفيل؟ سمعنا يو بي اي، سمعنا هي اصلا من اول الطريق ما كانت المفاوضات عم عم تكون سلسة اصلا، لانه ما بعرف شو معطيات الانديه. انا صراحه بنقع عن نفسي كجهاز فني انه اتدخل بالاشياء الاداريه والماديه لاي لعيب والانتقالات والهيدا. نحن بنعطي راينا فنيا باللاعبين ومش اكثر. الجواب هو بيكون يعني الرسمي بيطلع عن اداره النادي. نحن مبدئيا مثل ما عم قلك احمد لعيب بالنادي الرياضي، وبكره مثل ما عم بقول يمكن يكون بالتمرين كمان بنسبه كبيره كثير كبيره، يمكن تلاقيه كمان رايح معنا ابو ظبي. طيب اذا كوتش التحق احمد ابراهيم بكره معكم، نرجع للقصه ذاتها، ست لعيبه بدكم تتخلوا عن اللاعب بعد ما في صراحه قرار واضح بهذا الموضوع مين اللاعب اللي يعني اوفيشلي ما في قرار من نادي الرياضي التخلي بعد عن اللاعب ابدا. عم نستفيد نحن من وقتنا قبل بطوله لبنان لاخر اخر نهار ديدلاين للامضايات. بس شلون بدي اقطعك بشغله انه اليوم باب التوقيع في ديدلاين محدد لانه هلا بعد تاخير البطوله رجع مد شوي، يمكن اللي هو قبل بجمعه من البطوله يعني عم نحكي يعني احنا يمكن بابو ظبي حنكون عم نشتغل على هذا الموضوع نحن وابو ظبي. اكيد ما حنظلم اللعيب اللي هو بده يغير، اكيد نحن حنساعده للماكسيموم ليلاقي فريق. اداره النادي اكيد يعني مش حنجيب لعيب نقول له عب البيت هالسنة حبيبي يعطيك ألف عافية، نحن لا أبدا هيدي ما حتصير، ما حيصير ظلم لأي لعيب لأنه هيدا بيكون أبدا منه فير لأله، وخصوصا أنه غير أنه الرياضي بحاجة لهاللعيب، منتخب لبنان بحاجة لهالفرق لهاللعيب إن كان أكس أو واي أو زاد، لأنه عنده استحقاقات كبيرة جاية. ونحن أمير أو أحمد أو علي حيدر أو كل اللعيبة هدول لعيبة كلهم عندهم فرصة يكونوا بمنتخب لبنان هالصيف. كوتش هل مطروح أنه إعارة لاعب آخر عن أحمد إبراهيم أم المسألة عائلة أبي أحمد إبراهيم؟ لا كمان نحن من أول الطريق كان مطروح أسماء غير أحمد إبراهيم، بس ما بعرف ليش الإعلام حصرها بأحمد إبراهيم. عرفت عليك كان مطروح يعني كان في اسامي متداوله كتير يعني مثل الامير مثل احمد، عرفت علي كيف؟ بيناتهم كانت القصه، بس نحن كانت كل القصص عم تصير مناقشات بين الجهاز الفني والاداره، نحن بدنا نقنعهم براينا وهن بدهم يقنعونا فنياً برايهم فنيا. نحن بنحكي فنيا مش اذا بدي اسالك فنيا يعني بعرف انه ما بدنا اكيد نعطي صوره اكيد عن اي لاعب، بس بحال خيرت اي لاعب برجع بقلك فنيا فيكم تعيروا يعني ما بتتأثروا بغيابه من الناحية الفنية؟ سؤال صعب. ما بعرف إذا فيني جاوبك عليه. صعب يعني إذا يمكن نادي رياضي صح كامل جهازه وما عنده هالجواب. مية لا لأنه يمكن أنا صراحة بالنسبة لي كل اللعيبة يعني أكثر من أنا أندرب ولعيبة هن إخواتي، وانا كتير بحب ما حدا يفل. بس في بوزيشنز فيهم يعني كوتش اذا بدنا نعمل عمليه حسابيه هيك بسيطه اليوم نحن 19 شهر لنفترض خلال اسبوع صح علي حيدر اجرى العمليه يعني عم نقول الشهر كانون الاول وكانون الثاني وشباط نوعا ما علي حيدر اوت هل ممكن يكون احد خياراتكم تبقوا على احمد ابراهيم بالتشكيله وعلي حيدر بركة يكون معكم باستحقاقات الخارجية خير بطولة لبنان؟ هيدا اوبشن نحن حكينا عنه، انا قلت اخر اوبشن لقلي هذا الخيار مفتوح لقلنا، بس نحن ناطرين تقرير
الطبيب اللي مسؤول عن حالته لعلي، اذا تاكد غياب علي حيدر لثلاث اشهر، بعتقد بعد ثلاث اشهر يمكن كمان صعب يرجع ويلحق الفريق بالطريقه. يمكن نحن نرتقي انه يمكن نخلي امير واحمد بالفريق وعلي حيدر يلعب معنا بطوله غرب اسيا واسيا. وحسب انا معرفت انه بطوله العربيه كمان سنه الجايه بدها تصير هالمره بحزيران صحيح. سو يمكن يلعب هدول ثلاث بطولات، ضربه كبيره لمنتخب لبنان بشارع زيران. إذا صار في بطولة عربية، بس بعتقد الأفضلية للمنتخب. أنا برأيي الاتحاد هو بياخد القرار إنه إذا بدي يبعد فرق لبنانية تشارك أو بقى لحد. صراحة صعيد المنتخب. أنا صراحة هذا القرار للاتحاد فيه هو يقول أنا ما بدي أبعد الفرق اللبنانية تشارك، أنا عندي استحقاق بأيار غرب آسيا، بدي المنتخب يتحضر. ساعتها نحن بنحترم أكيد هالقرار وكل يدنا نحن نشد عيده وندعم. صح. كوتش، هل الجراحة اللي رح يخضع لها علي حيدر رح تكون بالإجرتين أو إجر؟ بعتقد هيك حسب ما فهمت، عنده عملية تنظيف بكاحله اليمين، عنده مثل هيك مثل نسرات صغيرة من العظم من إصابته هذيك السنة أداء أمام نادي بيبلوس بالفاينل فور، وما قدرنا نريحه كتير لأنه كان من اللعيبة اللي مؤثرين. مدت معه هيدي القصة، يمكن كان علي كان لازم يقطش الفاكيشن أنا برأيي ويعمل عمليته بالصيف كرمال يكون بلش معنا الموسم، بس هيدا الشيء أدى أنه حس حاله يمكن منيح بالصيف لأنه مرتاح أنه أجره ما أشبه شيء. وبتاني أجر في عنده بأصبعه العصب، أصبعه الكبير عنده مشكلة بالعصب، ناطرين نتيجة الأمرأي وعلى ضوء الحكيم بيعطينا تقرير، ونحن هذا الشيء يمكن يساعدنا بالقرار طبعاً. كوتش تنرجع نلخص، يعني في أيضاً اليوم نطلع من الحلقة أحمد إبراهيم في احتمال كبير أن يبقى بالنادي الرياضي أكيد، وما في أي قرار تخر. أكيد 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 أكيد. كوتش بأكد لك هالشيء، جيريمايا ماسي اسم كتير كبير، لاعب يعني لاعب آخر سنتين بالدوري اللبناني من الشونفيل، هذيك السنة أرقامه كانت ممتازة وعم شيد. الاعتماد عليه كان شوي مفاجئ، يعني كلنا كنا عم نفكر انه رح يتم تعويض براين راش بلاعب بالبوزيشن تبعه نفس البوزيشن. شفنا استخدام جيريمايا اللي هو 4 وبيلعب كمان بوزيشن 3. شو كانت الفكرة الأساسية من الناحية الفنية للاعتماد على جيريمايا؟ هل كنتوا عم تجربوا من خلاله إيجاد اللاعب اللي بيقدر يعطيكم السكورينج اللي أنتوا عايزينه؟ هل كنتوا عم تفكروا بإراحة إسماعيل أحمد؟ كنت عم تحكي كمان بقصة جون عبد النور، يعني خبرنا شو عن لك. نحن هذيك السنة كانت واضح أنه لعبنا أحسن ديفنس بعتقد يمكن بتاريخ الباسكتبول اللبناني، والفريق تبعنا ديفنسيفلي أورينتد يعني عرفت علي كيف. وهذا الشيء خلينا اوفنسيفلي نحن ما نكون ضمن يمكن اول خمس فرق بالليج بالسكورينج. هذا الشيء نحن كنا عم نجرب نشتغل عليه لنعالجه ويصير فريقنا اذا عندنا هالقوة الدفاعيه وعم نقدر كل مباراه نحط 80 نقطه، بعتقد انه صعب ان حدا يربحنا. هل كوتش القوة الدفاعيه اللي عندكم اياها هي اللي عم تسبب شويه تعب على الاوفنس؟ هيدا اللي بدي اقول لك، هذه نقطه كتير مهمه. نحن الانرجي اللي عم تنحط على الديفنس عم تعمل ارهاق، عم يوصل اللعيب على الاوفنس تعبان، عامل بريشر، عامل ديناي، عامل اوفر بلاي كل الوقت، بامبس كونتاكت، كل هالقصص عم بصير معه، عم يوصل تعبان، عم بيأثر علينا. ونفس الوقت هديك السنة احنا لعبنا كل البطولة بأحمد وبجان على هيدا البوزيشن روتيشن مع أمير وأوقات عمر بفترة قليلة. هيدا الشيء لقينا نحن عنا مشكلة أوفنسيفلي، ارتاح المدرب انه يجيب كومبو جارد بعد تجنيس اسماعيل، بركي بيعطيه هيدي الشيء المفقود بالسكورينج انه لعيب بيقدر يحط 20 نقطة يساعد زملائه. ساعتها نحن بصير عنا بنش كتير قوي اذا جبنا احمد اوف ذا بنش، وخصوصا احمد بصير يلعب على البوزيشن 3 محل جا بيرتاح كتير، وبريان راش اوقات في يلعب على الوان بتلعب بجان واحمد مع بعض. جربناها هيدي اول شهرين ما طلع الكاليبر المطلوب بريون راش، بس بنفس الوقت نحن كنا عيننا دايما على البوزيشن 3-4 انه ما في بديل لجان. وإصابة علي حيدر نحن بلشت معنا من بطولة الحريري، كنا عم نلعبه مثل ما قلت لك كان عم ياخد إبرة لا يقدر يلعب، هيدي خيارتنا خلتنا نغير حسابات ورجعنا نحن فكرنا انه لنستفيد من احمد ابراهيم لازم يكون احمد ابراهيم عنده مينيموم بلاينج تايم 25 مينتس كرمال يعطينا الشيء اللي احنا متوقعينه. عندي سؤالين. هل برايك
او بالاحرى في كتير ناس عم تسال انه طالما عندكم كان هالمشكله الهجوميه باخر سنتين، ليش ما كنتوا عم تطلقوا ايد احمد ابراهيم بالاوفنس؟ هيدا سؤال اكيد كتير ناس بتساله، اكيد بتسمع، كنا عم نشوفه بكتير مباريات، في كتير هذا لغط هيدا كوارترز معينه عم بسجل 15 نقطه. لانه هو بس مشان احمد ابراهيم السنه الماضيه كان الافرج تبعه 10 نقاط بالمباراه، العالم بتفكر انه لاعب مثل احمد لازم يعمل 20 و25 نقطه. صح يمكن نحن من الفرق الفيلوزفي تاعيتنا ما بتعطي فريدم كتير للعيبة على الملعب، تعطيهم رول. سو يمكن هذا الشيء أثر على أداء أحمد إبراهيم، إنه هو لازم دايما يكون بالسيستم اللي المدرب حاطه وبالفلسفة تاعيته عم بيلعب مثل ما بده المدرب. هذا الشيء بعتقد يمكن يمكن أنا بوجهة نظري أنا أي سبورت إنه الباسكت بول جيم تاعيته يكون فيها رولز، يكون فيها على الديفنس رولز وعلى الأوفنس رولز، مش كل واحد يلعب كيف ما بده. أما في مدربين بفيلوزفي تانية بحبوا الفريدم على الملعب، يعطوا الجوتو جاي كل كل الوقت الطابة ويلعبوا ويحطوا معه تركيبة لعيبة يساعدوا. نحنا بشكل قاطع نحنا بنرفض هالشي. يمكن نحنا نكون we succeed sometimes يمكن نحنا نفشل، بس نحن شايفين هذه هي الطريقة اللي جابت لنا بطولة لبنان، وهذه الطريقة اللي نحن حنمشي عليها ونحن اللي ماشيين عليها. لعيب لازم هو تو أدابت لطريقتنا، مش نحن تو أدابت لطريقته. نحن لازم يكون كجهاز فني دايما قريبين من لعيبتنا، دايما نجتمع فيهم بنحكيهم شو هواجسهم شو اللي مضايقهم، في تواصل دايما. بس في اوقات امرار اللعيب ما عم بيلاقي حاله بهالسيستم، فهذا الشيء عم بيأثر على ادائه الهجومي. منهم احمد، منهم اوقات امير لمع باول سنه لكوتش سوبوتيتش، لمع كان عم يجي بس 6 مان بالدوري ب 17 دقيقه كان عم يحط 20 نقطه، اوقات 27 نقطه عم بيلعب بطريقه. شو اللي اختلف خارقه بين الاولى والثاني؟ السنة الأولى والثانية، هذيك السنة بعتقد أمير أخذ فرصته، كان عنده fair chance. بعتقد هو هل صار تحت الضوء أكثر برأيك؟ صار تحت الضوء وتحت الضغط. هذا الشيء في لعيبة ما بيقدروا أوقات يتحملوا الضغط، بحبوا الفريدم، بحبوا الرواء، ما بحب حدا يحط فوق أكثر ضغط. الضغط الجماهيري، وانت شفت هذيك السنة سلسلة نهائية كانت صعب كتير كتير، ما مين ما كان بعتقد فيه يتحمل هذا الضغط. وبعتقد اللعيبة إن كان بفريق الحكمة والرياضة اللي تحملوا الضغط هن قليل وبينوا بالأوقات الحساسة مبين فرق. هيدي هي في لعيب بحب يلعب under pressure، في لعيب بحب بلا pressure. كوتش، بما أنه عم نحكي عن موضوع أحمد إبراهيم يلي بعتقد هو المادة الأدسن بركي، بمقابلات أجراها كوتش سيبوتش بالسابق يمكن بعد دورة زمان غلطان اليونان مع برنامجنا، قال انه احمد ابراهيم هو بيعرف شو المشكله عنده بنادي الرياضي. يعني انا ما عندي مشكله مع احمد ابراهيم هو بيعرف شو المشكله، اذا بصلح احمد المشكله اللي هو فيها احمد ابراهيم. حكي كمان عن اشخاص محيطين فيه كمان، اكيد حكي عنا يعني الكوتش. يعني اذا بدنا بس ندور على هالموضوع لنسكره، يعني ندور لنسكر على الموضوع. انا بدي اقول لك شغله، شو مشكله احمد ابراهيم مع نادي الرياضي، وشو مشكله نادي الرياضي بركي، او خلينا نقول مش نادي الرياضي، الجهاز الفني بالنادي الرياضي مع احمد ابراهيم؟ برجع بقول لك انا حاعطيك رايي باحمد ابراهيم. احمد ابراهيم يعني من افضل اللاعبين الموهوبين بلبنان، لعيب سايز تبعه ممتاز، يوروبيان ليفل هذا السايز، مترين بيلعب 2 بيلعب 3، معه شوطه، عنده سكيلز بتاخذ العقل. مشكلته احمد يعني انا اللي كنت بشوفها انه بده فريدم، بده يلعب بفريدم بفريق في حريه. نحن قلت لك نحن كثير اوقات بنخنق على اللاعبين، بنضيق عليهم كرمال نوصل للهدف اللي نحن راسمينه لقلنا. الفلسفه تاعيت كوتش بيكسي انه ديفنس هو اللي بيجيب البطولات، أوكي. مش الاوفنس. احمد لعيب بحب يحط الانرجي تاعيته على الاوفنس. برجع بقول لك نحن كجهاز فني ما عندنا مشكله معه ابدا لاحمد. احمد كان عم يكون فرستريتد اوقات لانه يمكن ما عم ياخذ الاتمت، عدد الاتمت اللي هو بده اياهم، عدد الفيلد جولز اللي هو بده يوصله، فكانت عم تخلق عنده هيدي شيء من الفرستريشن عم تاثر على ادائه على الملعب.
نحن فريق بيلعب كتير بيكند رولز، فريق بيلعب بحط الطابة بإيد الخمس لعيبة الموجودين على الملعب، ما عنا لعيب نجم واحد، في عنا كتير يعني كل جيم عنا لعيبة بيبرز، في جيم بيبرز علي محمود، في جيم بيبرز جا، في جيم بيبرز أحمد، في جيم اسماعيل، جيم لورين وودز، يعني منا محصورة بلعيب واحد مثل ما الأمور ماشية بغير فرق عندهم لعيب نجم. كل القصص بتكون عم تدور حوله. نحن عنا فريق منحاول نعمل فريق يكون معتمد على كل اللعيبة، وهذه العقلية الأوروبية، هذه عقلية الكوتش سبوتيت. برجع بقول لك هو بعتقد ما عنده مشكلة أبدا، هو بعامل كل اللعيبة مثل والدهم، وبرات الملعب إنسان رائع هو، بس بحب أنه الكل يمشوا بالطريقة اللي هو بده إياها اللي هو حاططها. بعتقد أنه اللعيبة لازم هن تؤدبت للكوتشنج فلسفة تاعيته، مش هو لازم. طب كوتش تؤدبت بعد اعلان اللي كان على اساس المفروض خلص صار احمد ابراهيم برات النادي، طرح الجمهور اسئلة، ومن ابرز الاسئلة اللي انا صراحة شفتها كان عم بيحكوا انه كيف ممكن يتخلى فريق الرياضي عن لاعب يحكى انه هو خليفة فهد الخطيب بالملاعب. يعني هذا السؤال بعد ما عم بيتخلوا بس هون للدوري، احنا اعاره وبعد احمد عنده سنه بعقده سنه الجاي مع الرياضي، وابدا ما كان انطرح شيء. على طول في وسواس على الجمهور الرياضي قصه فهد الخطيب، انه فادي كان بالنادي الرياضي، طلع من النادي الرياضي راح على نادي الحكمه، حقق معه 7 بطولات لبنان ورا بعض، وما رجع للنادي الرياضي الا سنه 2008 ولا فتره كثير قليله. ففي هاجس عند جمهور النادي الرياضي انه يتكرر. بدي اسالك كمان على موضوع فهد الخطيب اكيد رح نحكي عنه. اول شيء لحد اللحظة ما بدي حدا يفهمني غلط، أنا فادي بعضه من أفضل اللعيبة اللبنانية، بتمنى أحمد يوصل للمستوى تبع فادي ويعمل إنجازات فادي، بس بعتقد أحمد ما بحب أبداً يوصفوه يلبسوه عباية أنه أنت نكست فادي الخطيب، هو بحب يكون ذا نكست أحمد إبراهيم. أنا بتمنى أنه يقدر يرسم خط مسيرته لحاله ويكون عن جد لاعب متميز عن كل اللعيبة ويوصل للأهداف اللي هو رسمها لحاله، وبعتقد منا بعيدة عنه بيقدر يعملها. بده شغل كتير، بده تركيز كتير، وهو بيشتغل على حاله كتير. أحمد من الهارد ووركر اللي أنا بشهد لهم بطريقة عملهم، إذا بضل مكمل على الطريق بعتقد بيوصل، وبعده لعيب كتير صغير. إن كان بالنادي الرياضي 22 سنة يعني صح، إن كان بالنادي الرياضي ولا بغير النادي الرياضي أحمد أكيد حيوصل، ورح يوصل لمراتب كتير عالية بعتقد بكرة السلة. جيريمايا ماسي ما حكينا كتير عنه، لنرجع شو على نقطته. جيريمايا لعب هداف، لعبين اوريدي بفرق باليوروليج، ريال مدريد وغيرها، عنده قدره يلعب مع فرق بسيستم اوروبي. قد ايه برايك جيريمايا رح يركب بسيستم فريق الرياضي؟ بس هون بوجود اسماعيل احمد وهن اثنيناتهم بيلعبوا على ذات البوزيشن، كمان فيك تلعبوا كمان على بوزيشن 3. صح، هو لعيب كتير فلكسبل جيريمايا، وانت مثل ما قلت كل كارير تعيته باوروبا، بلش باليونان بآريس وراح على ريال مدريد وبامبرغ بألمانيا، ورجع على لبنان واثبت انه لعيب كتير ممتاز من احسن لعيب اللي اجوا على لبنان. فنحن ارتقينا انه مثل ما قلت لك نتعاقد مع لعيب مرق بالمنطقه، وبعتقد اول حدا طرح اسم جيريمايا مصي بلبنان هو كوتش بيكسي، بس ما كان في مثل ما قلت لك ما تحركنا بالسرعة المطلوبة لتعاقدنا معه. الشانفيل سبقونا وتعاقدوا معه وقتها، كانت ضربة معلم مزبوط. نحن رجعنا تعاقدنا مع سبنسر لأنه انصاب اسماعيل كمان إذا بتتذكر، إصابة اسماعيل أثرت علينا كتير بهذا الموسم، وجيريمايا بعتقد حيكون فت ممتازة بالفريق. نحن عنا روتيشن كتير كبيرة، والشيء الحلو أنه اسماعيل جوكر، في يلعب فايف اوقات يلعب حده جيريمايا ماسي قد فور، وجربناها نحن كتير السنه بين علي حيدر واسماعيل 4-5 وقتها كنا نحن عم نريح له. صح، وفي يجي اوف ذا بنش اسماعيل، فعمل لك اسماعيل قد ما انه فلكسبل نحن فينا نحركه كيف ما بدنا. ما عنده مشكله، منه لعيب عنده كومبليكيشن انه انا اوف ذا بنش وهذا وكذا، هو بالعكس بحب يجي اوف ذا بنش اسماعيل، منا بتشيل الضغط عنه، منا بتعطي فرصه للاعيب اللبناني اكثر. نحن هلا يمكن صوره الفريق حتكون يعني ماسي لو جان عبد النور يا احمد يا امير او علي محمود، يعني اسماعيل رح يكون على الاكيد عم يبلش اوف ذا بنش
اوقات كثيره واوقات كثيره حيكون فيرست فايف. نحن وقتها نلعب بجيرمايا ومصي على الثري، اسماعيل حيكون موجود على الفور مع بعض، وسام تايمز حيكون اسماعيل فايف وحيكون مصي فور. كوتش جيرمايا مصي ان شيب ريدي للمباريات معك فيزيكلي، هيز ان شيب بس ما عنده الجيم الانديورنس تبع الجيم، يعني بده 10 ايام ل 15 يوم بيكون ريدي. كوتش جيرمايا حكى انه مضى 3 اشهر صح، شو هدف من توقيع معه بس لثلاث اشهر مش لكل السيزون؟ يمكن نمددها نحن، بس نحن ناطرين نشوف، ما بدنا صراحه شيء براسنا يعني يمكن في يكون شيء براسنا على بوزيشن الاجانب، ويمكن يكون ما بدنا نمضي جارنتي مع حدا، لانه بتعرف بريون راش واجهنا معه مشاكل بفسخ العقد لانه كان ماضي كونترا جارنتي، فنحن بدنا نترك الخيار تبعنا مفتوح لأي احتمال. جيرمايا إذا قلع وفات بالكامستر هذا هو أكيد حيضل لعيب موجود. استغنى جيرمايا شو صار فيه؟ والله ما عندي فكرة، الموضوع عن تمام جارودي، هو عم يتابع مع نادي عمشيد وإن شاء الله يكون في حل حالة تكون قريبا، وبعتقد أنه ما حيكون في مشكلة، نادي عمشيد يعطينا استغنى إن شاء الله. كوتش اكيد قبل ما نكفي حديثنا الكثير شيء، خلينا نحكي شوي كمان مع رئيس لجنه بطوله لبنان لكره السله الاستاذ ابراهيم ملاح. رئيس اللجنه مساء الخير. مساء الخير استاذ داني لك ولضيفك. شكرا، اهلا وسهلا استاذ ابراهيم. اذا بدنا نحكي شوي عن التحضيرات لبطوله لبنان، مثل ما بنعرف انه البطوله تاجلت لخمسه كانون الاول، واليوم كنا عم نعلن عن نظام البطوله رسميا، فيك تحطنا باجواء التحضيرات اللي كنتوا عم تقوموا فيها؟ وكنا بنعرف كمان انه كنتوا عم تبرموا على كل الملاعب لتطلعوا بريبورتس عن التجهيزات الموجوده بهالملاعب. نعم، بصراحه نحن كلجنه اداره بطوله كره السله استلمنا شغلنا تقريبا بحوالي بدايه ابريل 2014، ومن اول ما اشتغلنا بلشنا اشتغل جدي على اعتبار انه حابين نعطي بطوله وجه جديد ونفس جديد السنه. هلا اصطدمنا بكثير عقبات، منهم اول شيء النوادي اللي مش حابه تكمل كانت بالبطوله لانه ما عندها ميزانيه معينه. في فريقين انسحبوا، ركبت بالاخر بطوله على 8 فرق. بعدين كملنا شغلنا كنظام بطولة، كلجنة ملاعب، لجنة بطاقات، كحكام، تواصل مع النوادي، زيارة الملاعب للوقوف على جهوديتها للبطولة. وكنا عينا 21 شهر لبداية البطولة، رجعنا شفنا انه أكثرية النوادي منا حاضرة. على طلب من أكثرية النوادي أجلنا انطلاق البطولة لخمس شهر. وإذا الله راد نحن شبه جاهزين لخمس اشتهر بانتظار الرتوشات الأخيرة تنبلش البطولة. أستاذ إبراهيم، يعني أكيد تابعت سنة الماضي الموسم، وتابعت رغم أكيد نجاحه من الناحية الفنية كان في كتير مشاكل من الناحية التنظيمية، وهذا الشيء اللي بيّن بشكل واضح بالسلسلة النهائية بين الرياضة والحكمة. شو هي الثغرات إذا بدك المعالجات اللي يمكن تتخذوها بالسيزن اللي راح يبلش؟ ليك نحن اذا بدك اجتمعنا مع كل اللي كانوا مقيمين على البطوله هذيك السنه وقفنا على اكثريه المشاكل اللي واجهتهم. بس ما بخفي عليك انه الكل بيعرفوا انه هذيك السنه ما كان في تنسيق بين لجنه اداره البطوله والاتحاد، كان في كثير مشاكل بين اللجنه واعضاء الاتحاد، وهذا الشيء انعكس سلبا على اداء اللجنه وعلى سير البطوله، خاصة بالمشكل اللي صار الأخير بالسلسلة النهائية. إن شاء الله هالسنة نتخطى كل هالأمور، ونحن بتنسيق تام مع أعضاء الاتحاد ومع رئيس الاتحاد ومع الهيئة الإدارية كاملة، وإن شاء الله الله بوفقنا ونعمل بطولة حلوة تبيض وجه كرة السلة بلبنان. أستاذ إبراهيم، موضوع الجمهور، ضبط الجمهور داخل الملاعب، هل ممكن نشوف اجراءات معينه لناحيه مثلا منع الجمهور انه يكون متواجد على ارض الملعب، تحديد مثلا الاعداد بكل ملعب، هل ممكن نشوف هيك خطوات لنمنع الاحداث اللي صارت السنه الماضيه؟ ليك نحن كلجنه اضطرينا ان نلتزم بتوجه الاتحاد العام السنه
انه يكون البطوله مثل هذيك السنه جمهور من لون واحد بكل ملعب، يعني صح. فريق المضيف هو اللي جمهوره بيكون موجود. كانت ليس المشاكل لانه بتعرف وضع البلد امنيا ومنخفف مشاكل امنيه نحن بغنى عنها. هلا بموضوع حتى بجمهور اللون الواحد الموجود بالملعب، بنعرف انه على طول عم بيكون في ناس غوغائيين عم بيجربوا يعملوا مشاكل. مشان هيك نحن جربنا عدة أمور لنتلافى هالمواضيع. عملنا إنه المدرجة اللي وراء البنش تبع الفريق الضايف رح يكون فاضي، ما رح يقعد فيه حدا. حتى رح نجرب نعمل عازل بين البنش وبين الجمهور، رح يكونوا الإعلاميين والجماعة اللي بيعملوا ستاتيستيك رح يكونوا قاعدين هنيك. كمان بطريقه ثانيه رح يكون كل نادي مسؤول عن ادخال جمهوره على الملعب، يعني لجنه الملاعب هي اللي بتقطع البطاقات، بس شخص من اداره النادي بيكون معه وهو بيتعرف على الجمهور اللي عم بيقطع البطاقات. يعني عم نجرب نتلافى قد ما نقدر المشاكل، واذا بين شيء معنا على الارض بنعالجه بوقتها. اليوم استاذ ابراهيم كان عم الاتحاد عم يعلن عن نظام البطوله، نظام نوعا ما جديد اعتمد مره سنه 2008 اذا ماني غلطان، رح يكون يتقسموا الفرق الثمانيه بعد الريجولر سيزون مره جديده على مجموعتين بحسب اكيد ترتيبهم بالدور الاول. برايك انه قد ايه نظام البطوله كمان رح يساعد البطوله على انجاحها، خصوصي بعد ما صار عدد الفرق ثمانيه وبحاجه نحن يمكن لمباريات اكثر؟ صح، هو لما قام عدد الفرق لثمانية كان 10 وصار 8، شفنا انه عدد المباريات قل، واذا تركنا النظام مثل ما كان قبل بسنين رح يصير الفرق اللي عم بتحل بمراتب متدنيه، يعني سادس تابع ثامن، رح يكونوا لعبوا الريجولر سيزون وما لعبوا مباريات كفو، ورح يصيروا مباريات البطوله، وهذا الشيء بضر بناديهم وبضر بالسبونسرز اللي رح يدفعوا لهم مصاري يساعدوهم بالبادجت تبع النادي. مشان هيك اضطرينا نلاقي فورمولا جديده انه نخلق مباريات اكثر لكل الفرق، هيك بينتقلوا من المرحله الاولى على المرحله الثانيه وبياخذوا نقاطهم معهم، يعني حياخذ كل واحد نقاط وخليته معه وبيرجعوا بيلعبوا بمجموعتين موزعين اول ثالث خامس سابع وثاني رابع سادس ثاني، باخر هالمرحله الثانيه شو بيطلع الرانكينج تبعهم بيرجعوا بيلعبوا نوع من البلاي اوف بين بعضهم، يعني بيكون الثمان فرق عندها حظوظ، اكيد اللي براتب الاولى رح يكون عندها حظوظ اكثر من غيرها، بس انه هيك بيكونوا لعبوا عدد مباريات كافي لكل الفرق تتبين عن مستواها، وبالاخر بينتقلوا على الفاينل فور وعلى الفاينل. استاذ ابراهيم، كيف اليوم علاقتكم عم بتكون مع الاتحاد؟ مثل ما انت قلت انه اللجنه السنه الماضيه كان فيها شوية توتر على طول بين رئيس لجنة البطولة ورئيس الاتحاد، كيف اليوم عم يكون التنظيم بينكم وبين الاتحاد؟ هيك اللجنة اجت بفكرة انه بدها تنسى اللي صار سابقا، اجت بفكرة انه تعمل عملها باستقلالية عن ما حدا يتدخل بشؤونها، وهي بتعمل واجباتها وبترفع قراراتها للهيئة العليا بالاتحاد، والهيئة العليا بالاتحاد هي بتقرر. وهذا التنسيق عم بيكون تام مع رئيس الاتحاد ومع الاعضاء، ولحد اليوم كثر خير الله كل شيء ماشي مضبوط، ان شاء الله ما نصطدم بعوالي، لا يعني التعاون جدي والتعاون تام لانجاح البطوله اذا الله رد. استاذ ابراهيم بدنا نشكرك كثير على هالمعلومات، وان شاء الله اكيد تكون البطوله ناجحه من كل المستويات. ميرسي، وانا بتشكركم، وان شاء الله بنرجع بنلتقى بفرصه قريبه اذا الله رد. ان شاء الله. كوتش، يعني بعد الاتصال كيف رايك، شو رايك بنظام بطوله جديد؟ بعتقد انه نظام منيح، يعني ما بعد ما اليوم اطلعت عليه صراحه ما بيعطي ادفانتج لصاحب المركز الاول بعد، صح، يعني بعد الريجولر سيزون انت عم تلعب ذهاب اياب، يعني رح نرجع نشوف الاول مع الثالث مع الثالث مع الخامس مع السابع، اما الثاني رح يلعب كمان مع الرابع والسادس والسابع، يعني كانه صاحب المركز الثاني عنده شويه ادفانتج هون 100%. ما بعرف، انا برايي كنت بس هاي على الكل، على كل حال صح على الكل هيدي، انا كنت افضل نظام بطولي يكون سريع لانه في منتخب بايار، فانا برايي لازم نوصل لايار مش بعدنا ما مخلصين الفينال،
لازم نوصل لنيسان هو إيه. أنا هذا رأيي كرمال يعني. المنتخب يروح يتحضر، حرام it's not fair للعيب يروح يلعبوا غرب آسيا ويرجعوا يلتحقوا بفرقهم يلعبوا سري فينال فيها تكسير. هذا أنا برأيي إذا الفكرة مطروحة أن البطولة تكفى بعد غرب آسيا يعني يمكن البطولة خربانة بيوت يعني. تتكمل يمكن البطولة، بس هذا التأثير حيكون من المنتخب، حيطلع صراحة كتير سلبي للمنتخب. أنا كنت بفضل نظام يكون سريع، يكون مثل ذهاب إياب مع فاينل 8 نوك اوت مع فاينل 4 بتعمل ساعتها بيست اوف 7 فاينل بيست اوف 7 ساعتها، بس يمكن بده يعطوا فرصه اكثر للفرق تلعب وتحتك اكثر. بس بعتقد انا لازم كل الانديه كانت تتفق مع الاتحاد وينسقوا مع بعض ويتعالوا عن هالموضوع لمصلحه المنتخب هالسنه، لانه صراحه لازم لبنان يرجع على الساحه الدوليه بقوه، لانه صرنا زمان كتير غايبين، ومنتخبنا نحن كان هو اللي بيعطي الصورة لكرة السلة اللبنانية، مش الدوري اللبناني. في كتير عالم ما بتقدر تتابع الدوري اللبناني، بس في كتير عالم بتتابع بطولة آسيا وبطولة العالم والأولمبيكس والتصفيات. فهو الإيمج تاعيتك هي منتخب لبنان. كوتش، تنحكي شوي عن استحقاقات نادي الرياضة. بعتقد انتو بلشتوا بالدورة باليونان، رجعتوا لعبتوا بطولة الحريري، رجعنا البطولة العربية، رايحين هلأ على أبو ظبي، من بعدها بتبلشوا بطولة لبنان، عندكم بطولة دبي كمان، صح؟ ويفترض بطولة غرب آسيا، مفترض غرب آسيا، ولكن يفترض اللي بعتقد تأجلت هي ما بعرف كنا بنحكي بعد ما سمعنا شيء عنها. بيزي سكادجول. شايف فريقك يلي كمان ديفو برك اللي كان موسم الماضي العمر المرتفع عند يعني لاعبينكم، خاصة الأجانب كان الموسم الماضي، والسنة عندكم لورين وودز كمان، عندكم إسماعيل أحمد، نعرف إنه كمان جيرمايا من صغير يعني. صح. وجام نعرف ديفنس اللي بيلعبها كمان قد بيستهلكها، قد تستهلك من طاقته كمان، يمكن كتير أول 30 جام. عندك علي محمود، راح تكونوا كمان جاهزين لهالاستحقاقات كلها اللي عندكم؟ نحن هذيك السنة خلصنا الموسم بالتوب شيب تاعيتنا، كانت ممتازة فيزيكلي، كتير نشغل على الفريق، وبعتقد هالسنة عم نشغل بنفس الطريقة. طول ما نحن محافظين فيزيكلي على الفريق، طول ما نحن حنكون إن شاء الله بعاد عن الإصابات، والهاجس تبع العمر ما حيكون بعتقد مشكلة لنا. إذا عرفنا نستخدم لعابتنا مظبوط، إذا عملنا الروتيشن مظبوطة، بعتقد حيكون عامل قوة مثل ما كان هديك السنة. الخبرة بعتقد كتير بتفيد بالأوقات الحاسمة، والرياضة بالفاينل بعتقد عنده الخبرة اللازمة ليقدر يفوز البطولات. يمكن هيدا مشاركتنا ببطولات كتير برا تأثر علينا، بس نحنا كمان بعد التوقيف بحاجة نشترك ونرجع على الساحة الدولية، إن كان نحنا أو فريق الحكمة اللي حنشارك ببطولة أبو ظبي. والحلو أنه رح تراكم بعضكم بكل هالبطولات. صح، حنكون موجودين مع بعض إن شاء الله ابتداء من 26 شهر. صح. بعتقد كل جمهور الباسكت ناطر هالدورة، لأنه يعني حكمة ورياضة إن شاء الله بتنينتهم بيكونوا بالفينال إن شاء الله، وهذا الشيء أكيد ومنقدم صورة مشرفة عن كرة السلة. وكمان البطولة رح تكون فرصة لألكم كوتش إنه تسألوا من فريق جمعية السلة بحالة واجهته. أي كثير جميل. ناطرينا. بس أنا حسب ما عرفت إنه هني هلا بمجموعة الحكمة طلعوا، وطلعوا المجموعات، صار في تصور على امبارح حطوا سكادجول. يعني نحن طلعنا بالمجموعة مع نصر الإمارات، جزيرة المصري، الإفريقي التونسي، وفريق مؤلف من لعيبة أمريكان فري ايجنت. فسالة طلع بالمجموعة الثانية، بتمنى كل التوفيق لفريق الحكمة ضدهم، وإن شاء الله يكون الفينال لبنان إن شاء الله. إن شاء الله. كوتش، يعني بعتقد هذا الموضوع كمان أخذ ضجة كبيرة بالساحة السلوية آخر فترة، موضوع فهد الخطيب. في ناس عملوا فهد الخطيب دون ديل بالرياضة أصلا. أكبر يعني السورس الوحيد الموثوق هو النفي تبع فهد الخطيب امبارح. نحن صراحة كجهاز فني ما سمعنا ابدا بالموضوع وما حكينا فيه للموضوع. هذا جواب دبلوماسي. لا، مش جواب دبلوماسي. نحن صراحه عندنا اشياء هلا مشاكل بالفريق نحلها
كرمال البطولة تبلش هلأ. ما حكينا بموضوع هذا الموضوع، بس أنت بتعرف فادي الخطيب لعيب كبير، وأي نادي بيتمنى يكون معه فادي الخطيب. كوتش بصراحة رح تتركوا محل فاضي لفادي الخطيب؟ مبدئيا نحن قردي هلأ عنا بعد هلا صرتوا تسعة. نحن هلا عنا بغياب ماريو نحن عنا صرتوا تسعة. صرنا تسعة. هذا ما بيعني شيء انه كوتش بعتقد هلا عشرة اذا ما احمد ابراهيم الا اذا بدكم تستغنوا. انت مجبور تستغني عن لعيب في اللعبه اللائحه اللي بدك تبعتها للاتحاد لبطوله لبنان حتكون فيها خمس لعيبه نخبه، سو حيكون في محل فاضي. بعتقد هيدي ما حتكون منا اي اي شيء يعني موجوده بالحسابات. موجوده قصه فادي موجوده بالحسابات. عم اقول لك فادي لعيب كبير، واي نادي بيتمنى يضمه لفادي وهو صرح وقال انه كل الاحتمالات مفتوحه عنده. انا بعتقد بشوف نادي الحكمه قريب اكثر شيء له، ومثل ما قلت لك نحن كجهاز فني وكل الانديه بتتمنى يكون مع لعيب بقيمه فادي الخطيب. كوتش اكيد قبل ما نكفي حديثنا جاد كان فريق الحكمه والشونفيل عم بيلعبوا امبارح مباراه وديه صارت بملعب النادي الرياضي غزير. المباراه اكيد كانت مناسبه لاستعدادات الفريقين، حكمه عم يستعد لدوره ابو ظبي وبطوله لبنان، اما فريق الشونفيل فعم يستعد لبطوله لبنان. خلينا نشوف هالتقرير من اعداد زميلتنا ستيفاني سعد عن المباراه وبنرجع لنتابع حلقتنا. بظل تحضيرات لبطولة لبنان اللي من المتوقع أنه تنطلق بخمسة كانون الأول المقبل، التقى فريقي الحكمة والشانفيل بمباراة ودية على ملعب غزير انتهت لصالح الفريق الأخضر بنتيجة 84-58. وكان الشانفيل أثار ضجة بالوسط السلوي بعد أن فرض نفسه منافس أساسي على اللقب عبر الاستعانة من جديد بالمدرب غسان سركيس على رأس الجهاز الفني، بالإضافة لضم اللاعب باسل بوجي بصفقة نارية، فضلا عن كل من نديم سعيد، كارل سركيس، نديم حاوي، إلي شامون، إلي غالب، كرم مشرف، بلال طبارة، يوسف غنطوس، مايكل صدقة، وكارل عاسي، بالإضافة إلى اللاعب الجورجي نيكولوز والعاجي محمد كوني. أما الحكمة فأبقى على كل نجوم الموسم الماضي، بالإضافة لضم هايك جوكوتشيان وجو غطاس واللاعبين الأمريكيين ديزموند بانيجر وتيريل ستوغلن. كما أنه نادي الحكمة رح يشارك إلى جانب النادي الرياضي ببطولة أبو ظبي اللي بتمتد من 26 تشرين الثاني لغاية 3 كانون الأول. كوتش إذا فيك تحطنا شوية يعني بجو تحضيرات نادي الحكمة للموسم المقبل رغم ضيق الوقت. إذا فينا نقول نحن صحيح بلشنا مأخرين بس استفدنا كتير من دورة القادسية الدولية، وهلأ عنا دورة الجزيرة الدولية كمان بأبو ظبي. قبل ما نروح على أبو ظبي عم بيكون عنا مباراة اليوم مع نادي الشانفيل، وإن شاء الله نقل راد الخميس كمان عنا مباراة مع نادي بيبلوس. بقى مباراتين كتير منيح لتحضير إن كان لأبو ظبي أو لبطولة لبنان، لأنه مباراتين كتير منيح، وهذا الشيء بخلينا نكون جاهزين لدورة أبو ظبي لأنه دورة أبو ظبي قوية وكل الفرق فيها كتير منيح. أوكي كوتش، كيف رداك على أجانب الفريق وهل معقول نشهد بعض تغييرات بالتشكيلة تبع الحكمة؟ أجانب الفريق هن يعني حسب البادجت الفريق. اليوم نحن رابور بري وكاليتي عم يشتغلوا كتير منيح، عم بيعطوا كل شيء عندهم للفريق، وهيدي شغلة كتير منيحة، قلبهم وعقلاتهم والديديكيتد على الآخر للفريق، وهذه شغلة مهمة كتير. هلأ بدازمن كان له شي سنة ونص مش لعبين باسكت، بده شوية وقت حتى يرجع الريفلاكس كله، بس عنده طاقات كتير منيحة. ترى اللاعب صغير من النوع الهداف عم نخليه يتأقلم أكتر مع الدوري اللبناني. قديش منقدر نحافظ عليهم وقديش منخليهم يتكيفوا بهالنمط تبع البطولة قديش بيكونوا معنا فترة أطول، بس لحديت هلأ تماريننا كتير منيحة والسبيرت تبعهم مع الفريق كتير منيح، وبدي أجرب قوي أكتر وأكتر كل يوم بالتمارين وبالإعادة يتعودوا على الكالتشر اللبنانية. اللي بيحب لبنان كتير منيح بيعطي من قلبه كتير منيح. أدي بنظرك بعد عيل خسارة الفريق أمام الرياضة بالفينال بأذهان اللاعبين؟ لكن هديك السنة بس وصلنا على التوتو وصار التأخير وصار المشكل نزلنا كمان صار في قرار من وزير الداخلية من لعبت المباراة، كل هيدا يعني صرنا آخر شيء بدي 7 جوان وبعدنا ما لعبنا. الأفانتاج بيروح للنادي الرياضي لأنه نادي الرياضي أول شيء عنده هوم كورت أدفانتج، تاني شيء
نادي عريق بيعرف يتعامل مع الأحداث الكبيرة. رياضي استحق البطولة هذيك السنة، بس هذا ما معناته أنه نحن ما كنا اللي حرك كل الباسكتبول هو نادي الحكمة. كل ما نادي الحكمة بيكون منيح كل ما الباسكتبول بتصير منيحة. بقى أنا بقول أنه ليك اليوم عم بتشوفي جمهور بفرندلي جيم ليك بهالكثافة وعم بيدفع حتى يفوت يشجع فريقه، هذا كل الاحترام لهذا الجمهور. وإن شاء الله بس يصير في استقرار. بتعرفي المشاكل اللي مرقنا فيهم قديش كانت قاسية جدا، بس أنا بقول أنه يعني الاستقرار رح يخلينا نحن نكون بمظهر أحسن وبطريقة أحسن نبين فيها. الخسارة هي علمتنا كتير. صحيح أنه الرياضي عنده أكبر بادجت، بس اليوم بالآخر في 5 لعيبة، ويمكن لو ما حس الرياضي أنه نحن كتير منيح وكتير ما كان ركض وجنة إسماعيل. Okay, thank you. كوتش شو رأيك بتركيبة فريق الشانفيل السنة، خاصة أنه تشكل بوقت قصير نسبيا؟ هو تشكل مؤخر شوي، بس اللعيبة يعني كنا محضرين أنه رح تكون هالمجموعة، مجموعة كتير صغيرة حلوة، يعني في مواهب رح ينسمع فيهم خلال 10 سنين اللي جايين. بالفعل شيء ببيض الوجه يعني، وفي لعيبة عندهم خبرة، يعني في ميكساج بين اللاعبين الصغار كتير صغار بالعمر واللاعبين يلي عندهم خبرة. بعتقد أنه رح يكون فريق حلو بالبطولة. شو الهدف يلي طامحين له السنة كنادي شانفيل؟ يعني كل الفرق بتطمح أنه تعمل نتائج منيحة وبتطمح أنه تروح لأبعد المراكز. هلأ نحن هدفنا كمرحلة إذا بدك أولى بالبطولة أنه نوصل للفاينل فور، هذا طموح بتصور كل الأندية أو تقريبا 90% من الأندية اللي مشاركة عندهم هدف أنه يوصلوا فاينل فور، لأنه من هون يكون رايح ما حدا بيعرف. فأول هدف إن شاء الله نقدر نوصل له هو أنه نكون بالفاينل فور. هل فينا نعتبر أنه ضم باسل بوجي هو الصفقة المدوية الأخيرة لشانفيل، أو معقول نشهد بعد مفاجآت؟ يعني انتبه التايم للمفاجآت عم يصغر. هلا ما بقدر اجزم شيء، لانه نحن بالفريق بعد عنا محلات لعدد من اللاعبين، يعني في عنا كتير لاعبين ما بيتسجلوا ضمن لائحة العشرة لانه اصغر من العمر، فعنا محل لعدة لاعبين، بس ما بعرف اذا رح يصير مفاجأة ام لا، يعني لو بعرف كنت بقلك. شو الشعور انك تلعب اول مرة خارج نادي المتحد؟ الشعور كان شعور حلو، اكسبيرينس جديد طبعا مع فريق جديد وبيت جديد وعائلة جديدة، بس ان شاء الله I'm looking forward حتى مثل هالنادي العريق والنادي التاريخي، وان شاء الله بكون سنة خير. كيف تحضيراتكم كفريق الشانفيل، وانت بتحس انه كسبت الكيمستري مع باقي اللعيبة؟ تحضيراتنا يعني منيح هلا كتمارين وهيك. هلا بدنا نجرب، عنا سفرة على تركيا وعنا اليوم جيم ضد الحكمة، بدنا شوي نتعود على بعض لانه في لعيبة منا لعبة ولا مرة ضد بعض مع بعض سوري، وان شاء الله مع الوقت حنتحسن اكيد، يعني في تجانس مبين بس بدها شويه وقت. اوكي ثانك يو جود لك. شو نظرتكم كفريق الحكمه لبطوله ابو ظبي وشو مستنزرين منها؟ بطوله ابو ظبي عرفنا بطوله رح تكون كتير قويه، الفرق المشتركه ليفل كتير عالي، هي دوره تحضيريه لنا لبطوله لبنان، بس مثل العاده بنجرب نعطي اكثر شيء فينا وبنجرب نربح كل جيم بنلعبه. اوكي قد ايه برايك فريندلي جيمز مثل اليوم بتساعد الفريق؟ الفريندلي جيمز اهم شيء قبل السيزون، يعني بدل ما الواحد يعمل اغلاط بالسيزن وقتها عن جد بداي كاونت يعني بياثروا على الريزلت، احسن نعمل هلا الاغلاط ونتعلم منه ونجرب نكون قد ما فينا ريدي للسيزن. اوكي ثانك يو كوتش. شفنا اكيد هالتقرير عن فريقان شانفيل والحكمه، شو رايك بتشكيله فريق شانفيل قبل ما نفتح موضوع كمان حكمه رياضي؟ انا بعتقد انه تشكيله نادي شانفيل تشكيله واعده رح تقدم وجوه جديده، في عناصر شابه جدا، في عناصر ممتازه وشابه رح ياخذوا فرصتهم هالسنه بطريقه كتير ممتازه، مطعمين بعناصر خبره نديم سعيد وباسل بوجي. بعتقد ما رح تعطون دائما مع كوتش غسان بيكون فريق منافس. لا والله ما قلت لك لحد اللحظه احمد لعيب بالرياضه، وانا شخصيا بتمنى يضل كوتش حكمه رياضي. سنة الماضي رجع أخذ، أو بالأحرى آخر سنتين رجع أخذ هالوهج الكبير اللي تعودنا عليه أيام ال صح. شو سر هالزكزكة بينكم بين الحكمة اللي ما عم تخلص، يعني بعدها تحس هالأثار تبع الفينال سنة الماضي بعدها علقة وفي ناس عم تتكرر أثار الفينال تجنيس إسماعيل أحمد؟ ما بعرف تجنيس إسماعيل أحمد، بعتقد ما بعرف إنه ما حدا عم يقدر يتخطاها،
لهذا الموضوع، انا مفروض يكون صار ورا ظهرهم. وبرجع بقول لك انه الرياضي بتجنيس اسماعيل احمد ولا اسماعيل احمد كاجنبي، فريق اذا ما بيركز ما بيتمرن ما بيشتغل فيه يخسر من اي نادي. انا بعتقد بالنسبه لنا احنا المشاكل صارت ورا ظهرنا والفينال صار ورا ظهرنا، والدليل انه نحن بعد البطوله بجمعه بلشنا نشتغل على فريق السنه الثانيه، ما بنوقف عند مرحله معينه ومنضل عم نحكي فيها. وبعتقد نحن ك مالي انا هون كوتش بدي اقول شغله اداره وهذا كان احنا خلصت على الجمهور بالسوشيال ميديا يخففوا شويه حقد بين بعض، لانه هذا شيء كثير مضر بتلعب دور انت بالموضوع. يعني عم نجرب، بس انا عن جد هلا عم نحكي لانه صار الحقد بين الجمهورين شيء منه مقبول. هيدي باسكت اخر النهار، ما حدا لازم يحقد على كوتش او لاعب او هيدي باسكت ولازم نخليها ضمن الروح الرياضيه. هيدي رياضه، وبعتقد على الجمهور اذا بيتفهم حياه اللاعبين والمدربين والضغوطات اللي بيمرقوا فيها، بعتقد ما بفوتوا بهالمشاكل. بعرف انه هذا يمكن من غيرتهم وحبهم للنادي تبعهم، وعند بخلي عندهم هذا الاندفاع يصير. انا بتمنى على كل الجماهير اللبنانيه تلتزم ب خلينا نقول بقوانين التشجيع الحضاري، وكل واحد يشجع فريقه ويدعم فريقه للماكسيموم بالطريقه اللي هي بتأرجي صوره مشرفه عن كره السله. كمان الباسكت امانه، يعني الباسكت لعبه وصلت لهالمرحله ما لازم نسمح انه يتراجع. يعني علم لبنان وصل لاعلى المراتب من وراء هيدي اللعبه، فهني مفروض مؤتمنين عليها لتضلها هي باعلى المراتب اللي وصلتها. حتى الامور اللي بتطمن كمان دانيال، عم نشوف المباراه مع كوتش غسان سركيس قال انه هالفريق رح بركي يخرج عناصر لكره السله اللبنانيه لعشر سنين لقدام. في عناصر، يعني حتى لاعب بصفوف نادي الحكمه اسمه منصور خويري، انا اول مره صراحه نحن كنا تقريبا اول مره بنشوفه، مثله مثل كمان كارل عاصي اللي لقط الانذار امبارح كان ستارتنج بوينت جارد كمان. بس منصور كارل عاصي هو صانع العاب منتخب لبنان للاندر 16. منصور ما طلع له فرصه يبين بمنتخب لانه المنتخب تبعه توقف، كان لبنان توقف دوليا. فبعتقد بمباراه فريق الحكمه والشوفي ما بعرف اذا صار لك فرصه كوتش التابعة او ما قدرنا صراحه. دخل بالكورت الرابع وفعلا قدم مستوى كتير كبير، قريت عنه انا، وهو مواليد 97، فبنتمنى كمان هالمواهب تضل. هذا نحن اللي بدنا اياه بلبنان، والكره السله دائما ضلنا عم نطلع اسماء وجيل جديد، لانه هن هدول الباسكت بدها تكون على عاتقهم باذن الله بالمستقبل. يعني كوتش نحن يعني ما بعرف اذا في موضوع معين بتحب بعد تحكي فيه. بدنا نشكرك اكيد على وجودك معنا. اذا بتحب تقول اكيد كلمه اخيره للجمهور واي شيء. انا اول شيء بتمنى تكون سنه خير على جميع الفرق، وتكون فري اوف انجري، فري اوف خلينا بلا مشاكل، ونضلنا عم نلعب باسكت بول، بس باسكت بول اللي بيربح بيربح الملعب. وان شاء الله البطوله ما بتشهد ولا اي احداث تؤدي لتوقيفها، تكون بطوله سريعه نخلصها ونفكر بمنتخب، ويكون كل التركيز منصب على منتخب لبنان اللي نتمنى له نحن التوفيق من كل قلبنا. بس كوتش قبل ما اختم، يعني ضروري نساله لجاد، يعني هيك انه اليوم ما اعطانا شي سكوب، شي خبريه، شي صراحه سكوبيت عند الكوتش. يعني كوتش فرار كنا متوقعين منه، بس هيك هو القصه كلها. قلت لي بدي اسال كنت عن موضوع فهد الخطيب، اعطاك الجواب كوتش احمد فران وكمان اعطانا الجواب. ما في سكوبيت اليوم يعني شيء لا ناطرين، يعني تنشوف شو راح يصير، كيف راح يكون الموضوع. القصه هي كلياتها 72 ساعه تعتقد كل الامور بتتبلور، ان كان شخصيه الرياضي واللائحه النهائيه. قريبا كل شيء ببين، والمصدر الوحيد الاوفيشال اللي حيعلن عن كل شيء هو اداره النادي الرياضي ودانيال عبود. ودانيال عبود كوتش بدنا نشكرك مره جديده. شكرا لك، بتمنى التوفيق لك وللرياضه ببطوله. شكرا لك، وانا بتمنى لكم التوفيق وتضلكم بهالاستمراريه وبالنجاح بهالبرنامج الممتاز، وكل التوفيق لكم. ثانكيو لكم على الاستضافه. ثانكيو لكم جاد. مثل العاده بنعطي جمهور الباسكت بلبنان موعد نهار الاربعاء الجاي. الى اللقاء.